السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم تشاركوا معايا في وصفه الحلوه ضد التمار، حبيبه الجماهير، تتعجب الاطفال، تجي زوينه وبلا خميره، وغادي تجي زوينه. وانا عملتها بلا مناسبه، عملتها غادي نصيفطها لولدي لدوله المهجر ان شاء الله يا ربي، مع تعجبو بزاف، وقلت علاش نديرها له نصيفطها له. هانتوما ودوز معايا المقادير. وهنا بالنسبه للعقده نتاع التمر، ها هي عدلتها، شريت التمر، التمر اللي يكون ما يكونش رخيص بزاف، يكون بماركه جيده، وشديتو غسلتو وحيدت منه هذيك الغبره داكشي حتى قطر، وشديتو بخرتو وطحنتو وعملت فيه حتى الزبيب. ودابا نعمل له الجلجلان. هانتوما هتعجبني ندير له الجلجلان. وعندي سميتو عندي اللوز والقرقاع، ها هو، وعملت واحد النقطة د الملحة، ضروري الملح. وعندي القرنفل، ما عنديش حب، عندي سميتو هذا الروح ديالو، غير نقطع هنا تيكون، ملي تيكون ما عنديش تنكون طنطحنو. وعندي شويه د الكوزه، تنعمل شويه د الكوزه، ضروري الكوزه. هنا غير نص وحده، وعندي شويه د الزبده باش ما تبقاش كانت ناشفه، غير شويه الزبده جيده، ماركه زوينه. وعندي معلقه ما زهر حتى ونص الواحد كيفاش. ثم هذه هي الحشوه نتاع التمر، دابا غادي نشدها غادي نعجنها نخلطها. واللي ما بغاش يدير فيها سميتو غير عاديه ما كاين حتى مشكل، انا تتعجبني تندير فيها التقاوت شويه والجلجلان، تتعجبني بالجلجلان. كاين شي بعض الوحدين تيقول لك زعما تيعجبهم المذاق التمر، التمر كلو هكاك طبيعي، ولكن هذه راه حلوه. هانتوما كيلو عطاني هذا سميتو، واللي بغى يضاعف نص كيلو يعمل نص كيلو، وعلى حسب المقادير اللي غادي ندير ضاعفوها. هانتوما غادي نخليها دابا جانبا، وغادي ندوز للعجينه نساليتها، من بعد عاد غادي نحرب لها. دابا غادي ندير العجين ديالها، العجين ديالنا. هانتوما عندي 500 غرام تاع الزبده الماركه، المهم كل واحد كيفاش تيبغي يديرها، كاين اللي تيديرها بمارغرين، يديرها بالزبده نباتيه، المهم. وعندي كاس سكر كلاصي، شدها انا خدمه بلا خميره، هاد العجينه هادي بلا خميره. ثم كاس الزيت، سمحوا لي في الحشوه نتاع التمر قلت لكم درت الملحه، ماشي الملحه الملحه خصني نديرها هنايا في العجين، عرفتي؟ راه حتى بقيت تنشوت ونقول قلت لهم درت الملحه. تخدم مزيان، دير شويه د ما زهر، والسكر مع تكون السكر تتفند السكر كلاصي، اللي بغى يقلل من السكر يقلل من السكر. ودرت واحدة فانيا، انا خدمتها مزيان معكتها مزيان، شو حتى تتولي ما تبقاوش فيها دوك الحبيبات. هانتوما عندي الطحين، عندي كيلو، وعلى حساب ما عندي نص كيلو د الزبده 500 غرام وكيلو الطحين، ولكن على حساب المهم غادي نخلط نشوف واش يشيط واش يجي هو هذاك. بسم الله،
هانتوما كملت العجينه، ها هي شوف كيفاش جات. المهم نص كيلو د الزبده وكيلو الطحين، هنا دخلت لي 800 غرام نتاع الطحين. ثم جات الرطبه نخليها دابا على جنب. خليها ترتاح. هذه الحلوه نتاع التمر، حلوه جمهوريه محبوبه الاطفال، محبوبه الاكثريه مقادير شماليه. ثم دابا جبت العجينه د التمر، حشوه د التمر، ودابا انا عندي ماء زهر تندهن يدي شويه بالماء زهر، غادي نبقى نحرب بحال هذا الشكل هذا بحال هكذا، ونبقى نحط. هانتوما كل واحد والمقدار ديالو. هانتوما بحال هاد الشكل تتجي زوينه وتتجي هشيشه، تدار في المناسبات اكثريه. ضروري تكون الحلوه كما كانت، ضروري هاد الحلوه ديال الجماهيريه تنقولوا لها حلوه الجماهير تنسميوها. هانتوما حربلت التمر، هو حربلته، غادي نخليه على جنب. غادي نجيب العجينه ديالي، هانتوما نذهب الطحين باش ما تلصقش، خرا فيها الزبده ما تلصقش، ولكن ضروري دابا غادي نطلقها. هانتوما البنات كان الاذان تيودن، انا طلقتها دابا. غادي نشد الكاس، انا عندي الكاس كل واحد والمقدار ديال الكاس اللي خصو. بسم الله بقاو غادي نبيع حتى وحده. صافي وتتحيدوا هاد اللي بقى، تطردوه مع العجينه الاخرى. ثم تنشد سميتو الحلبل مرة، تندير وحده بوحده باش تجي ساهله، باش دغيا حتى هي الواحد تيكمل، ماشي غير بوحده بوحده هكا. تديرهم انا كملت، ودابا غادي نشد هاد الوحده غادي نطويها. الا كانت غليظه شويه زيدو زيدو ديروها كرصوها. ثم تنشد بهاد الطريقه، ترد هذيك الوجهه ديالها لتحت. وعندي طحين دايره فيها القط، ها هو باش ما تيبقاش يلصق. وصافي تتمشيو بهذه الطريقه هذه، بسم الله تمشي هكذا مجنبين، كل واحد تيعرف الطريقه كيفاش تي هكا. ويرجع الانسان هكذا عاوتاني بهكش هذا الشكل باش النقشه تتبان، وكل واحد تيزوقها كما بغى بحال هذا الشكل هذا. نتوما غادي تستمروا حتى تكملوا بحال هذا الشكل هذا. نتوما دابا غادي نمشي انا بوحده بوحده، ومن بعد نرجع لكم. نسيت ما قلت لكم تنبقى نطويهم بحبكة بهذا الشكل هذا، من بعد عاد تنقشهم. دابا غير وريتكم هذه كيفاش تتنقش هكا وصافي. نتوما غاديين باش تجيكم باش دغيا تتساليو الحلوه ديالكم هكذا، ما تتقبلش اليد هكا دغيا تتسربيكم وحده بوحده. وحنا غاديين نفس العمليه. هانتوما كملت الشكل، ها هو سميتو عملتو في التوصيل. دابا شعلت الفران، غادي نخليها على 180 ونقصها شويه. اللي بغى يشعل الفوق والتحت يشعلو ينقص، اللي بغى يخدم لتحت وعاد من بعد الفوق. وهاديك الساعه ان شاء الله غادي نرجعو عاوتاني نشوفو الحلوه ديالنا كيفاش جات. ودابا موقيلا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، وشويه الضبابه كاينه ما عرفوش تتبان ولا ما تتبانش. يا الله دابا غادي للفران. ها الشكل النهائي ديالي، ها الحلوه ديالي طابت. دابا شنو غادي نفندها في السكر، ولا غادي ندير واحد الطريقه بحال هكذا. صافي نبقى ندير فوق منها هكذا بلا ما نبقى والنص الاخر ما غادي نديرش فيه السكر. حتى جات زوينه، ها نتوما بلا خميره وهداك الشيء جات زوين. ساعات تحمرات لي شويه. صافي هذا هو الشكل النهائي. صحتكم.